في ظفار الخير حيا مرحبا. فيديونا اليوم بيتكلم عن أشياء من توصل والطب محافظ الظفار بشكل خاص صلالة ضروري تأخذها، لأنك إذا ما أخذتها أنت الخسران. طبعا نبدأ الحديث باللبان. كل العالم، كل العطور اللي تشوفها فيها لبان، كل الناس اللي تستخدم اللبان كعلاج أو كتبخير، اللبان من عندنا في ظفار، يعني كل العالم. فأنت جيت إلى قاع دار اللبان، ضروري تأخذ اللبان، وما عندك عذر ما تأخذ اللبان، لأنه إذا جيت صلالة وما أخذت اللبان مو حلو في حقك. فاللبان متوفر في عدة خيارات وعدة محلات، أنا راح أزودكم بأسماء المحلات اللي توفر لكم اللبان أو الطيب بشكل عام كبخور أو اللي نحن نسميه دخون، والعطور كذلك سواء الأدهان أو البخاخ، وكذلك مشتقات اللبان. الحين صار اللبان معطر يستخدم كتبخير للبيت، عندكم منتجات العناية باللبان كسيروم للبشرة، شامبوات، بلسم، صوابين، شاور جل وإلى آخره. مثل ما قلت لكم راح أزودكم بأسماء المحلات اللي أنا شخصيا أعتمدها ولا قصور بالباقي، أكيد في خيارات ثانية وكلها تقدم اللبان والمشتقات اللبان على أكمل وأجمل وجه، بس هذه الخيارات اللي أنا شخصيا أستخدمها وأعتمد. عموما أي سوق شعبي، أي سوق في ظفار تروحوا خاصة في موسم الخريف بتحصل اللبان، ممكن تشتروا عادي، ما تتقيدوا بالكلام اللي أنا أقوله، ممكن تحصل خيارات أفضل من اللي أنا أعرفها أو أرشحها وأقترحها. كذلك المبخرة، إحنا في ظفار نسميها المقمرة، مقمرة. هذه المباخر الفخارية من أروع ما يكون، ويقال إنه تعطيك ريحة الدخون أو العود، كسرة العود أجمل من المباخر الثانيات. بتشوفين حتى مع الناس في مختلف دول الخليج ودول العربية. بس كذلك مقرنا الأساسي صلالة ظفار، ممكن تحصل من برا، ولكن توصل صلالة أنت وصلتوا للدار الأم لهذه الصنعة والحرفة، وحريم ظفاريات يقومون بصنعة هذا المباخر. وبزودكم كذلك بصورة المقمرة، أنا أحب هذا الشكل القديم التقليدي. نخلص من سكة العطور واللبان والطيب. ظفار معروفة 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 من أيام الفراعنة والحضارات القديمة باللبان، حتى يعني هذا مذكور وموثق في اليونسكو في مع عدة شخصيات. عندكم ميناء سمهرم أساسا هو مورد اللبان إلى كل العالم سابقا، ففي شخصيات كثير مثل حتشبسوت وملكات زارن ظفار خصيصا للبان، لأنه حتى في تحنيط الجثث عند الفراعنة كانوا يستخدموا اللبان، وكذلك في تبخير وتعقيم المعابد. أنا ما بذكر لكم فوائد اللبان، ممكنكم تعملوا جوجلت بتحصلوا كل المعلومات اللي تحتاجها عن اللبان، إنه ما شاء الله المعلومات صارت كثيرة عن اللبان والكل يعرف عن اللبان. خلصنا هذه الصفحة، ننتقل إلى الصفحة الثانية، الخبز. في ظفار في عدة أنواع مستحيل تحصلون في أي مكان ثاني في العالم، مو بس في عمان وبس، لا في ظفار بالتحديد. عندكم خبز القالب، هذا نفس البسكويت، لذيذ موت لذيذ موت. عندكم هذا الخبز الكعك، هذا صاير نفس الكيك، نفس الروتي، نفس الفرنش توست، يعني خبز ما بتحصلوا في مكان ثاني باختصار. وكل يسوونه حريم في صلالة في تنر التنور الحفر اللي تحت الأرض، يقومون بعمل هذا الخبز. حتى المخابز في ظفار لو تسوي لك إياه مستحيل يضبط، لازم ظفارية تسوي. فالخبز ضروري تجربوا هذا الخبز، أنا شخصيا بيج فان للخبز، تحديدا النوعين من الخبز اللي عندنا في صلالة. كذلك المضابي، ويلي على المضابي، بس أكلمكم عن المضابي يصير لعابي في ظفار بتحصل. كذلك طبخات مو كثير متوفرة في دول أخرى، ممكن تحصلوا بعضها في اليمن بحكم القرب وشابه بعض العادات والتقاليد. عندكم المضبي، عندكم المغمي، عندكم اللحم الناشف، القصابية، الكبسة البرية، عندكم المندي، عندكم القبولي، أصناف لا تعد ولا تحصى، بس أدلكم على الأماكن اللي ممكن تحصلوا عندها ألذ هذه الخيارات وأجملها. طبعا مضابي صلالة في إيتين معروفة، يعني تكتبوا بس مضابي أو تروحوا إيتين، هذا إيتين سهل، إيتين من أشهر الأماكن في ظفار، أنت تطب صلالة معناته لازم تروح هناك، بتشوف الصفة مضابي يمكن 30-20 مضبي، نوع عفوا كشك. أنا شخصيا بدلكم على واحد هو الأشهر، بن عامر، مضابي بن عامر.
يقدم لكم ملذة وطاب. نوعية اللحم رائعة، طبخ اللحم، النكهة، اللذة. وفي عنده كذلك بجانب الأكلات الظفارية أكلات خليجية عالمية، يعني هو كثير الترحال والسفر، فكل من كل دولة ياخذ طبخة 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 يقدمها في المنيو عنده في مضابي بن عامر. هذا الإنسان رائع تبارك رحمه، لأنه حاب شغله، يشتغل بشغف، فلذلك كنا حبينا ما يقدمنا بن عامر، وكذلك صار معلم أي سائح، سواء شخصية بارزة، سياسي، مسؤول كبير، مشهور، فنان، إعلامي، الكل لازم يتوجه لبن عامر. والقصور كذلك في الباقي، الباقي كل واحد يقول الزود عندي، كل واحد عنده السيجنتشر الخاص فيه، عند الأكلات الخاصة، الروح النفس الخاص في تقديم الوجبة. ولكن بن عامر أنا بالنسبة لي خيار دائما أتردد عليه وأزوره طول السنة. زحمة طول السنة، مو بس في الخريف، طول السنة، حتى نحن الظفاريين تحصلنا عند بن عامر. شوفوا بس أنتوا تعملوا في جوجل ما بتكتبوا مضابي إيتين أو مضابي بن عامر بيطلع لكم. كذلك أسماء محلات العطور تكتبوا أي اسم من الأسماء اللي أنا اقترحت لكم إياها في جوجل، بيبين لكم اللوكيشنات وين هذه متوفرة، في صلالة، في مولات، في أسواق. فمو كثير لازم يعني أدخل معكم في تفاصيل وأحط لكم في صندوق الوصف لوكيشنات وكذا، أنتوا بس كتبوا في جوجل كل البيانات راح تظهر لكم. كذلك القشاط، القشاط هو عبارة عن كوكونت بار، نفس الشوكولات بار، جوز الهند مكرمل، مطبوخ مع السكر لين ما يتكرمل ويصير كذا قاسي، لذيذ، أعجز وأن أقول لكم لذيذ، ولكن بيرفع عندكم السكر لأنه السكر فيه عالي. لذيذ لذيذ، الحين صار يقدمه بشكل مودرن، نفس الهريس، نفس يعني السائل، يقدمه بشكل السائل، بس هذا الشيء مودرن، أما الأوريجينال هو القوالب الصلبة. لذيذ موت، بتحصل في أي سوق شعبي، يعني أنا ما أصعب عليكم، بتروح أي سوق بتحصله. كذلك لما تروحوا طاقة، ولاية طاقة صوب دربات، في مطعم أم أيمن للمأكولات الظفارية. هذا المطعم أنتم ممكن تعملوا جوجل بتحصلوا أم أيمن للمأكولات الظفارية، أو تكتبوا مطعم أم أيمن، عندها أكل ظفاري خرافي ومعروف كذلك. يعني حتى خالد حرية دائما يأخذ من عندهم الأكلات، يمدح أكلهم، تعرفوا خالد حرية ما يتجامل. فهذه كذلك لازم تزوروا مطعمها، تحصل أنتم مهتمين من المهتمين بالأكل والمطعم، تحبوا تجربة المطابخ حول العالم. كذلك في عندكم بعض الأزياء النسائية الظفارية، ممكن تأخذ الثياب اليومية اللي تلبس في البيت، القطن، هذه كثير فضفاضة وحلوة، من كل دول الخليج صار الحريم يأخذ المصلالة ويلبسونها بشكل يومي في البيت، مريحة، خفيفة، باردة. ممكن تأخذوا الملابس الثقيلة للمناسبات والأعراس، الأكسسوارات، المجوهرات، عندكم كذلك السعفيات، في كثير حرف وفخاريات، يعني أي سوق شعبي بتحصله، خاصة الحين في موسم الخريف، هذا الصنع والحرف تتوفر في أغلب الأسواق الشعبية لأنه موسم وناس تحب. وكذلك إيش ممكن تأخذه من الصلالة يا طويلين العمر؟ العود والطيب والبخور، طبعا ظفار من أشهر مناطق الوطن العربي في صناعة البخور والعطور من زمان. فكذلك الدخون، المحلات اللي راح كلمتكم عنها قبل، مو بس البان ومو بس عطور، حتى الدخون عندهم من أجمل ما يكون. جوجلت بتحصلوا كل اللوكيشنات مال المحلات، عادي تشوف اللي يناسبكم واختاروا. وكذلك أنا عامل الريفيو فلوج قبل عن محل السفار، تقدر تكتب السفار أو تدخلوا تنبش في قناتي بتشوفوا فيديو السفار مصورة تقريبا في رمضان، تكلمت عن الأشياء اللي عندهم من البخور والدخون والأشياء هذه، موجود كذلك في صلالة هذا المحل، هو أصلا محل ظفاري. إيش ممكن تأخذوا؟ ختامها مسك، بعد ما ناكل نحلي الفواكه. طبعا ظفار جنوب سلطنة عمان منطقة استوائية، فتشبه آسيا بالفاكهة، بخيارات من الفواكه المميزة اللي ما تحصلها في أي دولة أخرى من دول الجوار، حتى في شمال عمان. فعندكم الستار فروت، أنا بالنسبة لهذه من ألذ الفواكه، فل فيتامين سي متروسة. عندكم الفافاي، عندكم الكوكونات، جوز الهند، قصب سكر، المستعفن احنا نسميه، ما عرف انتش تسموه، اللوز، انتو تسموه اللوز، احنا نسميه البيذان، وفي الشمال يسموه البيذان. عموما كشكات الفواكه في ظفار، في الدهاريز، وفي الحافة، يعني انتو مرين بتحصلوها، يعني ما في داعي حط لكم لوكيشن وكذا، وفي اغلب الاماكن بتحصلوا لانه شيء محلي ومتوفر في اغلب الاماكن دار مداركم، اي مكان بتروحوا. بس بحط لكم الحين هنا صور الكشكات، كشكات الفواكه والخضار،
لأنه أول ما تشوفه أكيد بتشوفه وأنت مري، أكيد وأكيد تعرفوها، لأنه اللي يزور صلالة حتى لو أول مرة بتروح هناك من رموز صلالة الفواكه وجوز الهند، من يروح صلالة وما يأخذ الجوز الهند؟ أي عقال؟ لا لا يعقل. فالفيديو حرصت على إنه الفيديو يكون وان شوت ما أريد أقطع. هذه أبرز الأشياء اللي من تطلب صلالة لازم تأخذها، أو على الأقل تأخذ شيء منها. وإن ما أخذت ولا شيء فاعتبر نفسك ما جيت صلالة، جيتك وزيارتك ناقصة. هذا أنا أقول لك إياه. يومكم سعيد وأهلابكم ومرحبا بكم فوق رأسنا من القاع على قولة الشيوبة الظفاريين، فتنورونا وتشرفونا في ظفار وياه أهلابكم والدار داركم.